تسعى مصر للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين المقيمين على أراضيها من المصريين وغير المصريين، وتبذل جهداً كبيراً كي ينعم الأشقاء من غير المصريين والوافدين إليها بما يتمتع به المواطن المصري. في إطار ذلك، نفذت وزارة الصحة والسكان حملة تطعيمات موسعة ضد فيروس كورونا لضمان تطعيم أكبر عدد من الوافدين وإدراجهم ضمن خطة الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وذلك عن طريق التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاحات والتطعيم بالمراكز المتنقلة في محطات المترو والقطارات، بالإضافة إلى المراكز المتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. تأتي هذه الجهود حفاظاً على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.